حطت في القاعدة الجوية بمطار بيروت الدولي طائرتان تابعتان للقوات الجوية الأمريكية القطرية محملتين بالمعدات الطبية الحديثة لتجهيز المستشفيين الميدانيين في سور وطرابلس اللذين وصلا قبل يوم في إطار الدعم القطري للبنان لمواجهة خطر كورونا والحد من انتشاره. وكان القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة القطرية علي محمد المطاوعة سبق وأعلن عن موعد وصول التجهيزات خلال استقباله الطائرتين المحملتين بالمستشفيين إلى جانب وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن. وتبلغ سعة كل منهما 500 سرير. تضم هذه الهبة عبارة عن مستشفيين ميدانيين مجهزين بالكامل بالمعدات الطبية الحديثة، يغطي منطقتين اللي هم في الجنوب وفي الشمال، طبعا صور وطرابلس، بناء على طلب وزارة الصحة طبعا بالتنسيق مع الجيش اللبناني. ودولة قطر طبعا دائما على أهبة الاستعداد لتقديم مساعدات لأشقائها اللبنانيين، ونتمنى إن شاء الله زوال هذه المحنة في القريب العاجل. وسيجري وضع المستشفيين بالخدمة لاستقبال المرضى فور الانتهاء من ترتيب التجهيزات فيهما.